كيدير شي واحد اللي كيسبوني وداك الشيء شي عادي حنا ولفناه. واحد الشيء كنتصدم بواحد الضربه جاتني ديريكت النيف ديالي. وديك الضربه كانت قاصحه بزاف حيت جاتني في هذا العظم ديال النيف حيت تهرس ليا. يعني ما مشيتش كندير شي حاجه اللي خارج على القانون ولا شي حاجه، بالعكس انا مشيت كندير خدمتي وهاد الناس تعداو عليا. والله العظيم اخويا اللي لقيت عندهم السيوفه والجناوه انا تخلعت. انا ملي شفتهم انا قلت انا واش هادو جاوا يحروا فلسطين ماشي جاوا يشجعوا الفرقه ديالهم. لا كيقيش شي انسان ولا كيضرب شي واحد بشي جنويه ولا كيهز مع شي جنوي خاص يعطيو 20 عام ديال الحبس باش يكون عبره للاخرين اللي بغاو يمارسوا نفس الافعال. يعني اشنو هو الذنب ديال هذا الصحفي ولا هذا المراسل اللي كياكل العصا ظلما عدوانا؟ مول السياره ملي دخل التيران وشاف الفيديو انتشر في المواقع التواصل الاجتماعي يهرب. باش نقول لك انا عندي واحد الباج معروفه سميتها مول الشره وخدام مع واحد الجريده مراسل. انا ماشي صحفي، انا مراسل وكنصور ديك الجريده. انا ماشي صحفي، انا مراسل. مشيت باش نقل الاجواء ديال دخول الجماهير ديال الرجاء والجماهير ديال الجيش الملكي. ما عليا ما بيا، يلا كنت درت اللايف الباج ديالو ولا الصوري ديالو. يعني جيت كنصور وقلت لهم تبارك الله شاهدوا معنا الجمهور ديال الجيش الملكي تبارك الله جايين بالسياره بكثافه وداك الشيء. واحد الشويه كيدير شي واحد كيسبوني وداك الشيء شي عادي حنا ولفناه. واحد الشويه كنتصدم بواحد الضربه جاتني ديريكت النيف ديالي. كنت داير لايف وجاتني ديك الضربه ديريكت فوق سميتو فوق النيف ديالي. صافي المهم صبرت توقفت اللايف وانا نطيح نيت مع ديك الدمايات وفهمتي. وديك الضربه كانت قاصحه بزاف حيت جاتني في هذا العظم ديال النيف حيت تهرس ليا. الحمد لله بالفضل ديال الله وبالفضل كذلك ديال الامن الوطني ديال منطقه اكادير اللي جاوا وشدوني وهزوني وعيطوا لسياره الاسعاف في الحين. ايوا هذا الشيء اللي وقع، هذا الشيء ما بغيتش، هذا الشيء اللي وقع لي ما بغيتش يوقع لحتى واحد. لحقاش انا كنت كنمارس العمل ديالي، انا مراسل في الجريده. يعني ما مشيتش كندير شي حاجه اللي خارج على القانون ولا شي حاجه، بالعكس انا مشيت كندير خدمتي وهاد الناس تعداو عليا وضربوني بالحجار وكانوا بيرزيوني على الوليدات ديالي. يلا تزاد عندي واحد الوليد اللي في عمره 6 ديال الشهور وفرحان به بزاف. المهم هاد الناس ما غاديش نسمح لهم، والله انا ما غاديش نسمح لهم حتى اليوم حتى اليوم الحساب. تعداو عليا عذبوني والله فعلا. انا دابا كنهضر معاك ملي كنت الوحيد اللي كان كيدور تما في الصباح مع ديك الشويه 12 ملي دخلوا الجماهير ديال الرجاء وديال الجيش. مشيت شفت انا بعض الجماهير بلا ما نسميش اش من فرقه. والله العظيم اخويا اللي لقيت عندهم السيوفه والجناوه انا تخلعت. انا ملي شفتهم انا قلت انا واش هادو جاوا يحروا فلسطين ماشي جاوا يشجعوا الفرقه ديالهم. لا يعقل كيبان لك واحد الشاب عامر بلوشامات ومقرقب وحالته ما هي حاله فهمتي، وجلس في البارك ديال التيران كيفتخوا تما الجوانات وكيتقبسوا وكيديروا شي افعال ما كتشرف بالجمهور المغربي. وكما كنعرفوا البلاد ديالنا ان شاء الله غادي كتستعد باش تنظم كاس العالم كاس افريقيا. يعني بحال هاد سميتهم هاد الاشكال ولا بحال هاد الشباب ما خصهمش يكونوا معنا كاع في هاد الوطن. هادو خاص السلطات ولا الامن الوطني ولا السي الحموشي يعاودوا النظر في هاد الشيء ديال الشغب. خاص يكون عبره لاي واحد، اي واحد دار شي شغب ماشي تلهيه ولا اي واحد كيقيس شي انسان ولا كيضرب شي واحد بشي جنويه ولا كيهز مع شي جنوي خاص يعطيو 20 عام ديال الحبس باش يكون عبره للاخرين اللي بغاو يمارسوا نفس الافعال. حيت هذا الشيء ما كيشرفناش حنا كمغاربه. حيت حنا ملي كنمشيو للتيران كنمشيو مع الوليدات ديالنا، كنمشيو مع الاسر ديالنا، كنمشيو مع احبابنا. يعني كنمشيو باش نتفرجوا ربما ذاك الشاب ولا ذاك المشجع ولا ذيك المشجعه يعني حبا لديك الفرقه. كتجي مسكينه كديبلاسما من مدينه بعيده باش تجي مسكينه ولا باش يجي باش يشجع الفرقه
ديالو كيجي واحد كيتلقى ليه مقرقب ولا مبوق وما خسر فيها وما خسر عليها والو, كيضربك كيضربك بشي جنوي ولا كيضربك بشي حجره, يعني بحال هاد الافعال ما بغيناهمش يكونوا في البلاد ديالنا, حيت هاد الشيء غادي وكيكثر وهاد الشيء غادي وكيخياب بالعربيه تعربت, حيت خياب حاجه هو التعدو. الله سبحانه واللي خلقنا ما كيحملش التعدو, ما على بالوك حنا بني ادم. لا يعقل انت الا كتفرج فيا انت اللي درتي لي هاد الحاله, واش بغيتي خوك حتى هو يوقع لي كما وقع لي انا ها وعندي الوليدات ديالي؟ وهذا الشيء اللي وقع لي انا كمراسل راه كيوقع العديد ديال الصحافه بسوس, عديد ديال الصحافه ومراسلين وكذلك مصورين في بالجرائد, يعني دائما كياكلوا العصا مساكن, غير ما عمر شي واحد زعما شي يدير الفيديو. ولكن انا فرق على ديك رمانه, لا خوف من احد. داك الشيء اللي وقع غادي نعيشوا مع خوتي المغاربه وخواتاتي المغربيات, بان راه كاينين الصحافه راه كياكلوا العصا مساكن, راه كاين مسكين داك الصحفي راه هو اللي كينقل لك ديك الماده, راه داك الصحفي مسكين هو اللي كينقل لك دوك الاجواء باش انت كيغامر بحياته. داك الصحفي قبل ما يكون صحفي راه عنده عائله موراه كتسناه, عنده الام ديالو, عنده الاب ديالو, عنده والدي عفوا عنده المراه ديالو, عنده الوليدات ديالو, يعني اشنو هو الذنب ديال هاد الصحفي ولا هاد المراسل اللي كياكل العصا ظلما عدوانا؟ يعني هاد الشيء ما كيقبلو الله لا عبدو. هاد الحاله اللي درتو فيا انا ما غاديش نسمح لكم. درت والو انا, راه شفتو كلشي الله يبعي بالله. لا ربما شي وحدين سبوني فهمتي, قالوا لي القربوز وداكشي, قلت له بلاتي عليك بلاتي فهمتي, كنضحكوا مجرد ضحك, يعني قلت لي قربوز ما غاديش تلصق فيا فهمتي. ولكن باش جيت ضربني بالحجره وتهرس لي انا النيف ديالي ولا تخسر لي الصوره ديالي باش انت باش تقول راه انا واعر ولا راه تعديت على السواسه, واحد القضيه نقولها لكم, راه السواسه راه معروفين بالاحترام, راه السواسه راه معروفين بالكرام ديالهم, راه السواسه راه رجال اعمال, راه السواسه راه فيهم العلماء والفقهاء, راه واش هاللي جا لاكادير ضرب هنا واحد 15 يوم ولا شهر كتسميوه راه ولد سوس؟ لا, راه كاين ولاد سوس راه ما كيديروش هاد الافعال, راه ولاد سوس راه الله يعمرها دار, راه اكثر ولاد سوس ملي كيكون عنده الفراغ كيمشي لاوروبا كيدوز الكونجي ديالو, راه ولد السوسي ملي كيكون عنده الفراغ راه كيمشي شي بلاصه بعيده, كاع ما كيجيش لك لهاد الميطشان اللي يكون في علمك باش يجي دا كتقول راه ولاد سوس كيضربكم وكتجي وكتخوفينا حنا السم. اشنا هو الذنب ديالنا حنا دابا؟ والمشكل في الامر ماشي غير الصحافه اللي كياكلوا العصا, لا, رجال الامن مساكن, رجال الامن والله الا كيبقاو فيا بالله. عبد الله مرات كتشوف كيبان لك رجل الامن مسكين اللي حامي هذا الوطن كيكون مسكين ما عليه ما به وجالس وكتجي شي حجره, والله كل ماشي داك الكاسك اللي كيعطيوه ودوك البروتيجات اللي كيعطيوهم, والله العظيم الا غريب, والله الا غريب امر شي وحدين كيتعداو, والله الا التعدو. الاجراءات الحمد لله بعد هذا الصباح استقبلني ولي الامن من منطقه اكادير الله يجازيه بخير, هذا الرجل اللي كنعرفو الله يعمرها دار, واقف على الصغيره والكبيره من اجل حمايه المواطنين ديال مدينه اكادير وما جاورهم. كما كنعرفو ملي كنقولوا الوالي راه كنقولوا واحد القدوه, واحد الرجل اللي كيبغي الخير من والو وما كيحملش التعدو. استقبلوني عمروا لي المحضر, قالوا لي ان شاء الله غادي ناخذوا لك حقك, وواحد الرساله بنت صيفطها لدوك الناس اللي كيبارطاجيو دوك الفيديوهات, هذاك اللي لابس البيض راه ماشي هو اللي ضربني, الله يجازيكم بخير, هذاك السيد راه ماشي هو اللي ضربني, حيت انا ما غاديش نهزك شي فوق التقليد ديالي, راه اخي بحاجه هو الظلم. الله سبحانه وتعالى خلقنا ما كيحملش الظلم, على بالوك حنا بني ادم. هذاك اللي لابس البيض راه ما دار والو, الحجره خرجت من وسط ديال السياره, حنا الهدف من هذا الشيء كامل, المهم داك مول السياره هو اللي غادي يجبد لينا هذا الشيء. الامن الوطني اللي من منطقه اكادير راه دايرين خدمتهم, الله يجازيهم بخير, واقفين كلشي داكشي واضح, صوتا وصوره كلشي واضح, يعني ما كاينش فين فهمتي, ما كاينش فين يتجلاو, غير الا بغاو يجبدوهم راه يجبدوهم. والامن قلت لك راه درت فيه الثقه الكامله, يعني الامن ديالنا راه خدام على هاد على هاد على هاد المشاغبين ولا هاد المجرمين اللي ضربوني, الله ياخذ فيهم الحق في هاد النهار, ورزوني في شحال ديال الحوايج كنت بين نديرهم هاد الايامات, وماشي مشكل, المهم هذا الشيء مرحبا به, اللي جات من عند الله مرحبا بها. ولكن كتشوف الحقره, تشوف الحقره الى متى؟ علاش اشنو هو الذنب ديالي انا جرت لك باش تعديت عليك باش اديتك؟ راه كلشي كنغوتو كلشي كنتبو, ولكن باش تضرب شي واحد راه ما كنقدروش نضربو حتى واحد. دائما الانسان اللي كتلقاه الجنويه ولا الانسان اللي كتلقاه كيضرب عباد الله كتلقاه بدون ضمير وما عندوش شخصيه, وكتلقاه ما عندوش القلب اللي كيحس بخوه المسلم, راه كلشي كنديرو التبرهيش كلشي كنغوتو كلشي كنتمازحو, ولكن ما غاديش ناديو شي واحد فينا راه حشومه عيب وعار. ملي كتشوف واحد الشاب غادي للملعب باش يشجع فرقته وهز معاه جنويه ولا هز معاه السيف, واش انت جاي تشجع فرقتك ولا جاي تحرر فلسطين؟ بالله عليك, ها واش هادو فعايل ديال الرجال؟
هذوك ماشي فعال ديال الرجال، هذوك فعال ديال ديال الشميت. حيت دائما الانسان اللي كتلقاه الجنويه كتلقاه ما في يديش، ما في يديكش. لو كان في يديك شي حاجه ولا كان عندك شي قوه ما غاديش تهز ديك الجنويه باش تحميك. يعني هذيك ماشي الرجوله. هذيك واش كطلب عمر؟ انا كنطلب حقي. هاد الناس شهورين، المهم هادشي انتشر في الفيسبوك، كلشي عيب الله جابوا لي الخبر، كلشي يعني كان واحد التضامن كبير. لا الحمد لله، انا كنفتخر بالسواسه وكنفتخر بالمغاربه من طنجه للقويره كلشي. وتصور معايا لسميتهم الباج ديال الرجاء، بارطاجاو معايا الله يجازيهم بخير. كلشي بارطاجا، كلشي كلشي المغاربه من طنجه للقويره. ولكن شكون اللي كان السبب؟ هما السواسه. السواسه هما اللي وقفوا معايا في الاول، هما اللي بارطاجاو كلشي. لي باجات ديال اكادير، لي باجات ديال تشيره، لي باجات ديال زكان، المهم كلشي لي باجات ديال اكادير تعاونوا معايا وتعاطفوا معايا وعطاوني واحد العربون ديال المحبه، وعطاوني واحد العربون باللي راه السواسه رغم يوقع اي حاجه وقعت راه ما غاديش يخليوك. يعني شكرا للسواسه، شكرا للمغاربه من طنجه للقويره. انا اخوكم، انا صاحبكم، انا جاركم. يعني جات فيا الضربه وصبرت وصبرت وصبرت، واخا كانت شويه قاسحه وتالمت وكل شيء، وما يضر تخلعوا عليا والوالده كذلك. يعني هذا الشيء اللي وقع لي ما بغيتش يوقع لحتى واحد. سي دوماج، سي دوماج. الناس خاصهم يتربوا، هادو خاصهم شي 20 عام ديال الحبس. اي واحد كيقول ليه راسه باش يدخل الجنوية ولا يدخل السيف الملعب خاصو 20 عام ديال الحبس باش يكون عبرة لأي واحد بغى يدير بحاله. حنا كنا واحد الوقت كنا كنشجعو، كانوا كيدونا والدينا في التسعينات، كنا هابراش. ما كانش هاد الشيء، ما كانش هاد البسالات. دابا هاد البراش دابا يلاه ولاو دابا كيتفرعنوا، والله راه الخير فيهم راه والو ما فيديش. والله نقولها لك انا ديريكت، حيت الانسان اللي كيتعدى على خوه المسلم راه ما فيديش. كون كنتي راجل كون استغليتي ديك القوه واستغليتي ديك التصارات ديالك باش تمشي تعاون والديك وتعتقهم من الفقر، كون استفدتي وديتي الطرده ديال الوالدين ديالك. ولكن هما كيستغلوا داكشي في الفراغ، كيصحاب لهم صافي انا هزيت الجنويه ولا ضربت شي واحد من اكادير راه صافي انا هو. لا بالعكس، الناس ديال اكادير كاع ما مسوقين لكم، الناس ديال اكادير داوا في التجاره ديالهم، الناس ديال اكادير شادين ولادهم خلاوهم في المجازات والمحلات، كاع ما مسوقين لهذا الشيء. حشومه، هادشي حشومه، هادشي ما بيناش يتعاود، هادشي ما بيناش يتعاود. حيت انا كليت العصا بزاف، بقى فيا الحال ونضحك. رانا وصل المدينه ديالي، جي انا واحد خشبيش جاي من الرباط ويضربني انا ويمشي، خص هذاك يتشد، ذاك النهار يتشد. والمشكل في الامر حتى السلطات مشاو كيقلبوا على 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 السيره ما لقاوهاش، حيت مول هذاك الدري اللي صايك بهم ملي شاف ذاك الفيديو انتشر في المواقع التواصل الاجتماعي يهرب، راه خلى ذوك الدري اللي معاه. حيت حنا الامن اش خاصهم؟ خاصهم ديك السياره. الا شدوا ديك السياره ديك الساعه فكادير راه صافي كلشي تشد. ولكن مول السياره ملي دخل التيران وشاف الفيديو انتشر في المواقع التواصل الاجتماعي يهرب. صوت الوالدين خلا صحابو، خلا صحابو هو يهرب، فهمتي. ولكن الحمد لله حنا الثقه ديالنا في الامن ديال منطقه اكادير اللي كنعرفوهم خدامين بالليل وبالنهار 24 ساعه 24 ساعه من اجل محافظه سلامات المواطن، وكذلك السي الوالي ديال منطقه امن اكادير تبارك الله عليه، والله الا خدام داك السيد بالله، الله يوفقه. هذا الشيء اللي نقول ليه. وكذلك كنصيفط واحد الرساله للسي القجع، كنعرفوك الرجل الطيب، الرجل الله يعمرها دار، رجل ديال الميدان. عاودوا النظر في هذا الشيء ديال هذا الشغب ديال الملاعب، حيت هذا الشيء راه ما كيبشرش بالخير. لا هذا الشيء غادي كيتكرر يوم على يوم. وكما شفنا نيت الصديق ديالنا شوف تي في الهلالي اللي داو ليه التليفون ديالو ضربوه بالجنويه، اش من جنويه ضربوه بالسيف، جاب الله ما ضربوهش في ديك البلاصه اللي ماضيه. يلاه كانوا غيتموا على وليدات ديالو، حشومه. يعني هذا الشيء بزاف كثير كثير. ما فهمتش انا هذا البراج دابا اللي جايين هازين السياره، السياره دايره تقريبا شي 16 مليون وداير فيها انت الحجر. مالك اصاحبي مالك داير فيها الحجر؟ دير فيها بدل ما دير فيها شي حاجه اللي تاكلها، دير فيها شي حاجه اللي تستفاد فيها. وانت جاي عمرتي السياره ديالك بالحجر وعمرتيها بالبراج، مقرقبين كلشي، داك الشيء مبوق، مالكم على حالتكم؟ هذيك راه سميتها العياقه. هذيك حشوم ان شاء الله باش يديروا خدمتهم ان شاء الله. راه المحضر تعمار وكلشي داكشي تقاد ان شاء الله. خاص دابا غير ان شاء الله باش دوك الناس يعتقلوهم ان شاء الله باذن الله.